ولك أن تتخيل وجه الرسول المقمر. يقول جابر رضي الله عنه ابن سمرة يقول كنت في ليلة مقمرة أنا أمشي والقمر فوق في السماء مقمر ليلة البدر. يقول والرسول مقبل علينا عليه الصلاة طالع في السماء أشوف القمر، أطالع تحت أشوف وجه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لوجه رسول الله أنه أكثر إشعاعا من القمر الذي في السماء. عبد الله بن سلام يهودي قال بروح أختبر لكم هذا الرسول يدعي أنه نبي، عندي كم سؤال بسأله، ما يعرف لأول مرة يذهب إليه يبغى يشوف شكله. يقول فلما دخلت عليه رأيت رجلا وجهه ليس وجهه كذاب، حتى قال في بعض الروايات والله إن هذا لنبي هذه الأمة. الوجه اللي أنا شفته النور الصدق الذي رأيته في ذلك الوجه هذا دليل على أنه نبي حق عليه الصلاة والسلام. يقول أنس رضي الله عنه والله ما مسست حريرا ألين ولا أنعم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم.